مساءكم خير. والنهاردة 7 يناير والمصريين المسيحيين بيحتفلوا بعيد الميلاد المجيد، وأيام قليلة بتفصلنا عن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، وحالة حقيقية من الحراك في كل المجالات على أصعدة الهدوء النسبي والهدوء الكبير والحالة من الانبساط لما بنعيد مع بعض بالطريقة الطبيعية. وانت بتستعيد جمهورية مصر الطبيعية في هذه الأيام بنرجع نقول الحمد لله. ورسائل كتير بتقول انه عدنا إلى ما كنا عليه، ما فيش حاجة جديدة لكن عدنا إلى ما كنا عليه، هدأنا كثيرا في حالة كانت من الترقب والعصبية كده حصلت بسبب تطورات وتغيرات كتير، لكن عدنا نفهم ونتفكر ونسأل. عشان كده النهاردة يبدو جدا أنه في بداية اليوم بحس أنه السنة دي مختلفة جدا. كمان عودة منتدى شباب العالم رسالة مهمة جدا برضو لمحاولتنا الشديدة والقوية والواعية للعودة إلى ما كنا عليه، منارة ومنصة، والمنتدى بكل أهميته للمصريين وللشباب العالمي بيرجع مرة تانية في نسخته الرابعة. النهاردة حلقتنا هنكون كالعادة بناخدكم في جولة سريعة في أهم ما حدث خلال الأسبوع واستعداداتنا كمان لمنتدى شباب العالم، لكن كمان عندنا ضيف خاص ولقاء خاص جدا مع دكتور ماهر صموئيل، وأنا عارفة أنه كتير من الناس تحب النهاردة أننا في يوم عيد الميلاد المجيد نستمتع بفكر مختلف ورؤية مختلفة وطرح مختلف لكل التغيرات اللي بتطرق علينا كمصريين، وكمان في حديث كده عذب أنا متأكدة عن الإنسانية هيشاركنا بيه. السنة دي وزي ما بقول لحضراتكم بيرجع منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بعد كتير من الترقب وبعد كتير أو سنين من إحنا المنتدى غايب عننا بقاله سنتين. وخليني أقول لكم بالسنتين اللي فاتوا قد إيه كانوا بالنسبة للمعتادين إنهم يشاركوا في المنتدى كانوا مختلفين، لأنه إحنا بقى عندنا حدث سنوي ملتقى كبير. بسرعة كده نفسي أشارككم إيه فوائد منتدى شباب العالم اللي لا تخفى على حد، واللي بسبب أنه خلاص في حالة وعي عالمي من كل شباب العالم بأهمية هذا المنتدى في موقعه مصر. أنه السنة دي مثلا خليني أقولك أنه المنتدى تلقى أكتر من 500,000 طلب مشاركة من 196 دولة في العالم، شباب من دول العالم عاوزين يشاركوا في المنتدى. ده يقول لنا أنه في دورات ثلاثة سابقة المنتدى نجح يعمل إيه؟ يسيب انطباع شكله إيه؟ انطباع بالجدية، انطباع كل مرة في إبهار بشكل مختلف، انطباع بأننا بنستفيد، وانطباع كمان مهم جدا أننا دولة نظام. اللي عارف كم المجهود اللي بيحصل في تنظيم المنتدى، والأجمل بقى كل مرة بنقولها، والأجمل أنه القائمين على هذا المجهود هم الشباب المصريين، ما هماش قيادات كبيرة ولا ناس في وظائف رسمية في البلد، هم نفسهم الشباب هم القائمين على تنظيم المنتدى من أول وضع والتفكير في نقاط الحوار في المنتدى، طبعا بقيادة طول الوقت ملهمة، لكن كمان لحد استقبالك في المطار، لحد ما بتاخد الكود بتاعك، لحد ما بتسكن في مكانك، لحد ما بتحضر الجلسات، وكل واحد عارف دوره. المنتدى نموذج مصغر اللي احنا عايزين نشوفه في أماكن كتير في مصر. الخبر الجديد بقى السنة دي زي ما قلنا النسخة الرابعة من المنتدى، وأطلق امبارح المنتدى وإدارة المنتدى أطلقت المنصة الافتراضية، لأنه زي ما قلنا العدد كان كبير جدا من الطلبات السنة دي، وبطبيعة الحال لم يتمكن المنتدى من دعوة 500,000 واحد أنهم يشاركوا، وبالتالي أطلقت النسخة الرقمية للمنتدى أو النسخة الرابعة للمنتدى السنة دي. كتير من الإجراءات الاحترازية وكتير من الفعاليات والكثير من الضيوف العالميين اللي شاركوا السنة دي في المنتدى. إدارة منتدى شباب العالم كمان أعلنت أنها السنة دي تحديداً، لأننا بنقول أنه في إجراءات احترازية وفي كورونا متحور أوميكرون، إلا الإدارة أعلنت أنها هتستخدم السنة دي تقنيات غير مسبوقة في الكشف والاحتراز والوقاية من فيروس كورونا المستجد. بالتأكيد إيه اللي هيحصل السنة دي في فعاليات النسخة الرابعة؟ إدارة المنتدى قالت كده، وضحوا أنه التقنيات بتضم روبوت متطور بيعمل على تعقيم القاعات، ورابط آخر بيقوم بقياس درجات الحرارة للمشاركين،
توزيع طبعا أدوات التعقيم والمعلومات الكافية داخل القاعات وأماكن الفعاليات، بالإضافة إلى رابط يوزع الأطعمة والمشروبات على الحضور، ودي حاجة لطيفة أعتقد الناس هتبقى مستنية تشوف هيحصل ده إزاي. كل أبواب القاعات والقاعات وجلسات طبعا ووسائل الانتقال كلها ذاتية التعقيم، بحيث تمنع انتقال العدوى في حالة ظهور لا قدر الله حالات إصابة. وكمان اللطيف جدا أنه طبعا إحنا واعيين أنه ممكن يحصل، ففي كتير من الإجراءات الاحترازية والوقائية، وأيضا غرف العزل المعدة لا قدر الله إذا ظهرت حالة وكيفية رعايتها. الخطة اللي أعدت من قبل إدارة المحكمة من قبل إدارة المنتدى تعاون فيها بالتأكيد أجهزة الدولة، شركات القطاع الخاص المتخصصة لضمان سلامة جميع المشاركين. في حاجة لطيفة جدا زي ما كنت بقول لحضراتكم كده، لجان تنظيم المنتدى مش هتتخيل خلايا النحل بشغالة. اللجان كل في تخصصه وكل عارف دوره، وشباب يفرح القلب. زاد علينا السنة دي فريق طبي من ضمن هذه اللجان، فريق طبي عنده الإمكانات المتخصصة لفحص ومتابعة أي حالة ممكن نشك في إصابتها بكوفيد 19 أو متحور أوميكرون. وزي ما قلنا كده جاهزية الغرف للعزل لا قدر الله. احنا مدركين انه قد ايه مش بس صعوبة الادارة، لان انا متأكدة انه ادارة المنتدى خلاص بقت خبيرة جدا في ادارة الاعداد الهائلة، لكن كمان صعوبة المحافظة على الاجراءات الاحترازية، واللي متوقعين ان شاء الله انها تكون بصرامة شديدة عشان تضمن اننا نقدم الصورة دي اللي احنا عايزين نقدمها، وعودة الحياة، وكمان كل يقدر يحافظ على نفسه قدر الإمكان. خلونا بقى نروح يعني فعلا لمجموعة من الأسئلة زي ما كنت بقول لحضراتكم. منتدى شباب العالم بيقدم إيه؟ لمصر في الخارج بيقدم الصورة الذهنية. نجحنا في تغيير الصورة الذهنية مش بس عن شباب مصر، لكن عن قدرة مصر على تنظيم حدث هائل بهذا القدر. قدرة هائلة على التواصل مع ضيوف من مختلف البلاد، مختلف الجنسيات. احنا بنقابل في المنتدى شخصيات كنا بنقرأ عنها وبنسمع عنها وبنشوف خطواتهم البارزة وإنجازاتهم الحقيقية. الاختيارات يعني خليني عشان ما بقاش ببالغ يعني 90% منها مبهرة، لأنه أنت بتشوف ناس فعلا مميزين وفعلا أضافوا، مش بس المشاهير. والحاجة الثالثة أهمية المنتدى للشباب المصريين، أنه تخيل كده أنه إحنا حتى الناس بتشتغل مثلاً في مجال الإعلام، إيه الفرصة اللي نشوف بعض فيها؟ مفيش فرصة بالمناسبة. الناس بتشتغل في مجالات الإدارية والحكومية في الدولة، مفيش فرصة بالمناسبة. كل واحد بيشتغل في مكانه على مدار السنة. فكرة التلاقي وطرح الأفكار وطرح المشاكل وطرح الحلول دي كانت كمان واحدة من المكاسب اللي خلينا نقول عظيمة جداً حتى للمصريين. الشباب إنهم يقابلوا الوزير ماشي جنبه في الطرقة ويسلم عليه ويسأله ويتناقش معاه، انه يحضر جلسه ويناقش مسؤول كبير في الدوله، انه يسمع من ناس بتحط خطط ورؤى لمصر 2030. كل دي مزايا وفوائد لمنتدى شباب العالم على هامش الرحله الطويله اللي المنتدى بياخدنا فيها. خليني اقول لكم بقى بعد الفاصل ونتقابل مع واحده من الضيوف المميزين جدا الموجودين كمان السنه دي في المنتدى بعد فاصل قصير. واحدة من العلامات البارزة في منتدى شباب العالم كل سنة هو ضيوف مفاجأة، وطبعا احنا عارفين الشباب اللي بيبسطهم وعارفين ذوقهم، عايزين نجيب لهم علماء ومكتشفين ومخترعين وناس ناجحين، وعايزين نجيب لهم كمان شخصيات ونجوم عالمية عشان يفرحوا بحضورهم واهتمامهم بيهم. احنا معانا السنة دي في المنتدى النجمة الأسبانية العالمية إزيار إيتونو، أو بحسب لكازا دي بابيل المحققة راكيل زي ما العالم كله جمهورها في الوطن العربي عارفها. في أول ظهور ليها في الوطن العربي، في أول حديث تلفزيوني ليها في الوطن العربي، خصت برنامج التاسعة بأنها تعمل معنا مداخلة تكلمنا عن مشاركتها في المنتدى. إديار إيتونو أعتقد أنه لم تزور مصر قبل كده، أول زيارة ليها وأول ظهور ليها على أي شاشة في الوطن العربي.
في اللي تابع لكازا دو بابيل، واحنا عارفين انه كتير جدا بل ملايين من الوطن العربي تابعوا المسلسل، يعرفوا حجم النجاح وحجم الشعبيه اللي بتتمتع بيها النجمه إديار إيتونو. احنا في البدايه سعداء باول ظهور ليكي النجمه الكبيره إديار إيتونو، وبنرحب بيكي في مصر وتحديدا في منتدى شباب العالم اللي فيه الاف من الشباب من كل دول العالم في انتظارك، وهتكوني ضيفه شرف في هذا المنتدى. خليني أقول لكم أنه ده بقى تقريباً واحد من الأمور المتدا أو المعتادة في المنتدى، في كل سنة ضيف مفاجأة، والحقيقة بصراحة أنهم بيبقوا مجموعة من الضيوف المفاجأة، والضيف بيطلب منه أو الضيوف بيطلب منهم أنهم يسجلوا فيديو يعلنوا فيه عن مشاركتهم. الفيديو اللي عملته إديار حقق تفاعل رهيب جدا، يمكن زي ما قلت لحضراتكم كده بسبب الشعبية الكبيرة جدا اللي حققها لكازا دو بابيل. بتوقع جدا أنه تكون مشاركتها مهمة، بتوقع جدا حضورها في فعاليات الفريدوم، مسرح منتدى شباب العالم. بالمناسبة للي فينا مش متابع قوي تفاصيل المنتدى، هو مش بس لقاءات كبيرة وندوات اللي بتنقل لينا، انا يعني بشجع كتير قوي من الشباب حتى اللي مش هيروحوا، بفضلكم ادخلوا على البلاتفورم، ادخلوا على المنصه واعرفوا ايه اللي بيحصل. بيبقى في لقاءات، وبيبقى في ساحات للابداع، وبيبقى في لقاءات فنيه وندوات ثقافيه، وبيبقى كمان في يعني الحاجه الجديده اللي بقى لها سنتين تقريبا، مسرح منتدى شباب العالم. عشان كده دعوه الشخصيات الفنيه، النجوم، الممثلين العالميين تبقى مؤثره جدا وملهمه لكتير من الشباب، خصوصا انه يعني العالم اكثر انفتاحا، جمهورنا العربي اكثر انفتاحا كمان على اعمال عالميه، فاقدر اتخيل حجم الترقب ل إديار إيتونو. لحد ما نصلح مشكلة الترجمة، وهي بتعتذر عن عدم إتقانها للغة الإنجليزية للتواصل، وإحنا طبعا بنعتذر عن مشكلة التواصل، المترجم موجود لكن في مشكلة في التواصل معاه. خلونا نشوف الفيديو اللي قدمته إديار إيتونو بتطلق أو بتعلن فيه مشاركتها في منتدى شباب العالم. Hola, soy إديار إيتونو y nos vemos en el World Youth Forum en Sharm el Sheikh el 10 de enero. Hola, soy إديار إيتونو y nos vemos en el World Youth Forum en Sharm el Sheikh el 10 de enero. Hola, soy إديار إيتونو y nos vemos en el World Youth Forum en Sharm el Sheikh el 10 de enero. Hola, soy إديار إيتونو y nos vemos en el World Youth Forum en Sharm el Sheikh el 10 de enero. Hola, soy الكلمة اللي وجهتها عبر منصات منتدى شباب العالم حققت أصداء واسعة جدا، والناس رحبت واستعدت بشكل كبير. كان في أسئلة ألقيت إليها عن مشاركتها في مواسم جديدة بعد نجاح المسلسل، والمشاركة في أي عمل، عن شخصية برلين من وحي نجاح هذا المسلسل. خلونا ننتقل لموضوع آخر لحد ما نحل مشكلة المشكلة التقنية في الصوت. خليني أقول لكم أنه في على كل الأصعدة نجاحات بتحصل، زي ما بقول لكم السنة تبدو أنها مبهجة جدا من بدايتها على كل الأصعدة للمصريين. العالم المصري محمد ثروت بقى حديث العالم، واللي فينا ما يعرفش مين العالم المصري محمد ثروت، تعالوا نشوف الناس والعلم بيوصل لفين. دكتور محمد ثروت حسن أستاذ الفيزياء والضوء بجامعة أريزونا، واحد من الوجوه المصرية العلمية المشرفة. خلال الأيام اللي فاتت يمكن رجعنا نفتكر الإنجاز اللي عمله دكتور أحمد زويل، لما دكتور أحمد زويل حقق إنجاز برصد الفيمتوثانية، إزاي المصريين حسوا بالتمكين، وإزاي المصريين استفادوا من خبرة دكتور أحمد زويل، وإزاي فكرة الاكتشافات الفيزيائية بقت حاجة ملعبنا كده. دكتور محمد ثروت في هذا الملعب أو في هذا الحقل العلمي اكتشف كمان استخدام علمي للأوتوثانية. وعشان برضو نبقى اللي فينا أول مرة يسمع كلمة أوتوثانية، قبل 6 سنين من النهاردة تحديداً في 2016، موسوعة جينيس للأرقام القياسية سجلت زمن الأوتوثانية وقالت ده أسرع ليزر ضوئي في العالم. من 6 سنين اللي فاتوا دكتور محمد ثروت وفريقه بدأوا تجاربهم لحد ما وصلوا لاستخدام زمن الأوتوثانية لجعل الزجاج موصل للكهرباء.
دي في حد ذاتها بالنسبة لنا صعب أننا نفهمها. خلوني بعد ما نرجع من بعد دقايق نشوف ونسمع من دكتور محمد ثروت هذا الإنجاز، هذا البحث وهذا الكشف اللي على مدار 6 سنين وراه لحد ما وصلنا لتطبيق عملي للعلم. لأنه طول الوقت إحنا بنقول أنه قيمة العلم في تطبيقاته. العلم مش حاجة صماء نحس أنها بعيدة عننا ومش مستخدمة. لولا العلم ما كانش كل حاجة في حياتنا النهاردة بنستخدمها بمنتهى الأريحية كانت سهلة ومتاحة. بعد الفاصل هنتشرف بمداخلة من دكتور محمد ثروت ونعرف منه إنجازه الكبير في مجال أو في هذا الاكتشاف لجعل زمن الأوتوثانية، عفوا استخدام الأوتوثانية لجعل زمن لجعل الزجاج موصل للكهرباء. بعد فاصل قصير. قبل الفاصل كان معنا مداخلة هامة من إيديار إيتانو، واحدة من الفنانات العالميات الأسبانيات اللي مشاركة في منتدى شباب العالم بسبب عطل تقني في الاتصال بيها وعدم قدرة المترجم على التواصل معها للإسبانية. هي عادت معنا مرة تانية. بنرحب بيكي وبنرحب بيكي في مصر. بسألك أولا عن تفاصيل دعوتك للمشاركة في منتدى شباب العالم، وما الذي أثار حماسك للمشاركة تحديداً في منتدى شباب العالم في مصر؟ في الحقيقة أنا لا أعلم كثير، لم أكن هناك في مصر من قبل، ولكن أعتقد أنها كانت مبادئة شيقة جداً. إن أنا أستطيع أن أتكلم مع أحد المذيعين مقدمي برامج هناك في مصر. إذن دي هتكون الزيارة الأولى ليكي لمصر، مش كده؟ لا، لقد كنت في مصر من قبل، أعتقد في 1995 في أول مرة، كانت رحلة سياحية. من 95 ل 2022 إن شاء الله سيكون هناك اختلاف وفارق كبير. عايزين كمان نسألها عن مشاركتها في منتدى شباب العالم وإيه نوع المشاركات اللي هي تتمنى أنها تحظى بيها مع شباب من كل دول العالم. في الحقيقة أنني سوف أشارك بداية من يوم الاثنين في هذا المنتدى الشبابي، وسوف أتعرف أكثر على هذه المنطقة في مصر حيث لم أزورها من قبل. بالتأكيد إن شاء الله ستكون مشاركة مبهجة لها. بسألها عن رد فعلها أو رد فعلها لما بتسمع عن تجاوب الجمهور العربي بشكل كبير والجمهور المصري مع النجاح الكبير للكازا دي بابيل. هل تابعت هذا الصدى اللي حصل في المنطقة العربية كمان لهذا المسلسل؟ في الحقيقة أنا لا أصدق فعلا أنني فعلا سعيدة. إيه الرسالة اللي أنت بتوجهيها وفي نيتك أن تقدميها لشباب العالم من خلال حضورك ومشاركتك في المنتدى السنة دي؟ حيث أنهم يتكلمون باللغة العربية، وأنا أعتقد أننا لا أصدق نفسي أن أنا أتحدث مع وزارة أتحدث باللغة العربية، وهذه أول تجربة لي شيقة. أخيرا بسألها عن توقعاتها من المنتدى، وهل تابعت أي فعاليات سابقة لمنتدى شباب العالم ولا لا؟ لم أشارك قط في أي منتدى دولي، ولكن شاركت في منتديات في إيطاليا على المستوى كانت عن حول المرأة وعن حقوقها.
وقد شاركت في منتدى في اليونان، كان منتدى اجتماعي وكان يدور حول القرى الموجودة في الريف، حيث أننا أنتمي لمنطقة الباسك، وبالتالي كنت أشارك في كثير من المنتديات، ولكن لأول مرة أشارك في منتدى بهذا الحجم وهذا الكبر، وبالتالي أنني سعيدة جدا، وسعيدة جدا أنني سوف ألمس بنفسي كيف يتم العيش هناك أو أتعرف على هذه المدينة. إحنا بنشكرها شكرا جزيلا، وبنبلغها تحيات التلفزيون الوطني المصري، وترحبها ترحبنا بظهورها الأول على شاشات أو أول ظهور لها على شاشة في تلفزيون مصري أو في الوطن العربي كله. أخيرا بنسأل عن مشاركتها في المسلسل اللي هيتم تنفيذه عن شخصية برلين من وحي نجاحها لكازا دو بابيل. في الحقيقة الآن لقد انتهينا من كاسا دي بابيل، انتهينا من المسلسل كله بالكامل، ولكن سوف أكون بزملائي في هذا العمل قد نشارك في مسلسل برلين، ولا أستطيع أن أقول متى سيبدأ الإذاعة لأول مرة، ولكن أعتقد أن ينقصها القليل من الوقت حتى يتم عرض هذا المسلسل. هل ممكن أسألها، هل بتتابع أي أعمال عربية؟ هل تعرف أي شيء عن مدى تطور صناعة السينما والدراما في المنطقة العربية ككل، ولا ده هيكون برضو أول تعرض ليها للثقافة المصرية والثقافة العربية؟ أنا بما أن أنا لا أفهم اللغة العربية، ولكن سوف يكون من الصعب علي متابعتها، ولكن قد يحكوا لي من بعض الأعمال العربية، ولكن أنني أتابع الأخبار ماذا يحدث هناك في تلك المنطقة. في رأيك، بما أنك تتابعين الأخبار، ففي رأيك ما هو التغير الأبرز الذي رصدتيه عن مصر في السنوات السابقة، وما الذي تتوقعي أن يعني تقابليه في أول زيارة أو في زيارة ليك بعد 20 عام تقريبا من الزيارة الأخيرة؟ أنا أعتقد أننا سوف ألاحظ، أعتقد أنه سوف ألاحظ تغير كبير جدا، هذا منطقي. هذه القفزة في 20 عاما أعتقد أنها قفزة رائعة بكل جوانبها، حيث أعتقد أنه هو كان يعتمد على رفع مستوى المعيشة والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة، وأعتقد أن مصر قد تحولت إلى دورة عصرية، إن هو كان وإنهم وصلوا لأحدث التطورات التي نسمع عنها، وإن شاء الله أنا سوف أزورها مرة أخرى من بعد 20 عام من زيارتي الأولى، وبالتالي سأعتقد أنني سوف أكون فرحة وسعيدة جدا بهذه الزيارة. نكرر شكرنا للنجمة إيديار إيتونو، وشكرنا لها لمشاركتها لينا النهارده في برنامج التاسعة، وننتظرها إن شاء الله في منتدى شباب العالم. شكرا لك. بسرعة هناخد مع حضراتكم هذا الحدث الكبير اللي أعتقد أنه لا يسعنا أننا ناخده بسرعة. دكتور محمد ثروت، أستاذ الفيزياء والضوء بجامعة أريزونا، أحد الوجوه المصرية العلمية المشرفة. زي ما بقول لحضراتكم كده، دكتور محمد ثروت اشتغل على حاجة في غاية الروعة. الأتوثانية زي ما العلم بيقول لنا أنها واحد على يعني مليار من المليار من الثانية، يعني زمن قليل جدا، وبحسب التطبيقات العلمية والآخر دوريات علمية هي ملخص لسرعة حركة الإلكترونات. يعني إحنا بنتكلم أنه سرعة الجزيئات فيمتو ثانية، سرعة الإلكترونات في الذرة، أنتوا متخيلين بقى الدقة، هي الأتوثانية. دكتور محمد ثروت عمل ايه؟ نسأله على طول. دكتور محمد ثروت، مساء الخير واهلا بحضرتك، منورنا. مساء النور دكتورة تينا، اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور محمد، يعني طول الوقت الحديث والمتابعه للعلم والتفاصيل الفيزيائيه الدقيقه بتخلينا عايزين نقفز كده على طول الى تطبيقات هذا العلم.
خلينا في البداية نقول تاريخ التعرض للأتوثانيا، لأن إحنا مثلاً ما كناش نسمع عن الفيمتوثانيا لحد ما دكتور زويل أخذ نوبل، ما نسمعش عن الأتوثانيا لحد ما إحنا منتظرين برضو نوبل لحضرتك قريباً يعني. شكرا جزيلا. في البداية بس بحب أشكر السيدة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والقنصل المصري والقنصلية المصرية بلوس أنجلوس للتواصل ورسالة التهنئة على البحث الأخير. بالنسبة للأتوثانيا أو القصة بتاعتها بتبدأ إزاي، علشان خاطر نوضح بطريقة مبسطة للسادة المشاهدين، الفيمتوثانيا والأتوثانيا ده مقياس زمني، مقياس زمني. المقياس الزمني ده هو أسرع مقياس زمني تم قياسه لغاية دلوقتي، وده بنقدر نقيس بيه حركة الذرات والجزيئات داخل المادة، وده الفيمتوثانيا. في داخل الذرات بقى في الإلكترونات اللي هي أصغر في الحجم ولكن سرعتها أكبر، والسرعة بتاعة حركة الإلكترونات جوه المادة بتكون في الأتوثانية. فالأتوثانية ده مقياس. طب إزاي نقدر نقيس أو نرصد حركة الإلكترونات اللي بتمشي بهذه السرعة الرهيبة؟ علشان خاطر بس الناس بتقول لك تشافوا، المقياس الزمني ده موجود طول الوقت، ولكن الفكرة إزاي نقدر نشوف الحركة بتاعة الإلكترونات اللي بتتم بالسرعة الرهيبة ده؟ قدرنا نرصده بتطوير ليزر سرعته مكافأة لسرعة الإلكترونات. فلما بنحب نصور أي حاجة متحركة لازم نتحرك بسرعة مثلها أو أسرع منها علشان تقدر الصور بتاعتنا تكون واضحة وترسم لنا تفصيل من بداية الحركة لنهايتها، وبالتالي نقدر نفهم البيهيفير أو السلوك الحركي بتاع الإلكترونات جوه المادة. طيب إيه الجزء كمان المتخصص في البحث اللي إحنا نشرناه، وده اللي يعتبر جزء أكبر كمان؟ قدرة على التحكم في حركة الإلكترونات. أنا مش بس بقدر أرصدها وأقول إن هي اتحركت من البوينت ألف للبوينت ب داخل المادة، لا، ده أنا بقدر أغير المسار ده باستخدام ليزر الأتوثانية وأقول لها بدل ما تتحركي من النقطة ألف للنقطة ب، اتحركي من نقطة ألف لجيم على طول. أو دكتور اللي حضرتك بتقوله ده مذهل، يعني اللي حضرتك بتقوله ده مذهل بكل الطرق لأي حد يقدر يتخيل كل قوانين الفيزياء. يعني حضرتك ممكن تغير في طبيعة المادة، يعني ان انا اقدر اتحكم في حركه الالكترونات، ده يغير في طبيعه الماده، مش كده؟ بالظبط، لان حركه الالكترونات داخل الماده وطريقه تكوينها هي المؤثر الاساسي في شكل الماده اللي عندنا ايه. فمثلا عندنا التركيب الالكتروني جوه الازاز بيقول ان الازاز ده لا يمكن يوصل الكهرباء مثلا، لان هو ماده عازله. خلاص، لكن قدرتنا على التحكم في حركه الالكترونات في غير المسار الطبيعي اللي هي بتمشي فيه باستخدام اداه اللي هي الاتوسكند ليزر او ليزر الاتوثانيه، بشيب بشكل مختلف، بشكل طول موجي او شكل موجي مختلف احنا بنقدر نحدده قبل ما نشتغل على التجربه، وبالتالي بنقدر نقول له بدل ما انت مادة عازلة وصل للكهرباء في زمن الأتوثانية. العقل ممكن يتخيل تطبيقات لا حصر لها، لكن العلم كمان ممكن يقول لنا تطبيقات مبدئية كده رصدتوها للاكتشاف المذهل ده. التطبيق الأولي للاكتشاف ده إن إحنا نقدر نتحكم في قدرة التوصيل الكهربي داخل أي مادة في هذا الزمن السريع اللي هو الأتوثانية. ده بيخلينا نتحكم نعمل إلكترونيات جديدة اللي بتقوم في المقام الأول على القدرة على التحكم في التيار الكهربي، إن إحنا نعمله turn on أو turn off، نخليه موصل أو غير موصل. في الطبيعي أو في كل الإلكترونيات اللي موجودة عندنا ده بيتم في زمن اسمه النانو ثانية، وده 1000 مليار من الثانية. أنا بعلي ده بمليار مرة باستخدام الأتوثانية علشان أخلي حركة السويتشنج أو التحول من موصل لغير موصل تتم في زمن الأتوثانية، وبالتالي ده ممكن يكون الأساس اللي نبني عليه تصنيع إلكترونيات في المستقبل كل العلماء بتسعى ليها، بتسمى الإلكترونيات الضوئية اللي بتعمل بسرعة الليزر، وبالتالي تدينا سرعة أكبر مليار مرة من السرعة بتاعت الإلكترونيات المتاحة في الوقت الحالي. حضرتك تقدري تتخيل الإلكترونيات داخلة في كل مناحي الحياة في حياتنا، وبالتالي أنا عندي قدرة أن أنا أنقل
معلومات اقدر اشغل اجهزه بكفاءه اعلى بكتير من الكفاءه اللي موجوده عليها حاليا. وطبعا احنا ممكن نتخيل ده لو بصينا ل 20 سنه قبل كده، كنا مثلا بنستخدم التليفونات في اجراء الاتصال مش اكتر. النهارده بنستخدم التليفونات في نقل محتويات، صور او فيديو او مالتي ميديا، او دي كلها ديتا عايزه تتنقل في سرعه معينه. فلكن لما بعد كده ممكن ننقل فيديوهات او ديتا بسرعات او بقدرات اكبر مليار مره من القدره الحاليه، مش شرط بس تكون عن طريق اجهزه الاتصالات والكمبيوتر، ممكن كمان نقل معلومات من الارض للمراكب الفضائيه اللي بتطلع في رحلات استكشافيه. دكتور محمد، انا كمان بكرر شكري مش بس لحضرتك لكن للي عرفنا باللي حضرتك بتعمله. الكلام حضرتك بتقوله خطير، ونقلات قفزات كبيره جدا مش بس نقلات في العلم وتطبيقاته. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد ثروت، استاذ الفيزياء والضوء بجامعه اريزونا. بالمناسبه بعد ما شكرنا كده دكتور محمد، دكتور محمد خد واحده من المنح التي لا تمنح ابدا لحد بيدرس فراده، وده بيقول لنا قد ايه قيمه هذا الكشف العلمي وتطبيقاته اللي حقيقي ما ينفعش نقول عليها اقل من مذهله في المستقبل. في المستقبل الدقائق القريبه بقى هنستقبل ضيف عزيز علينا، وزي ما قلنا في بدايه الحلقه كده بمناسبه عيد الميلاد المجيد هنخطف كده يعني نص ساعه مع شخص فريد بالنسبه لي انا شخصيا وبالنسبه لكثير من الناس اللي بتحبه، نتكلم كده بعمق عما يجمعنا وما يوحدنا وما يقربنا، وعن رسائل كثيره جدا ممكن تتركها لنا الاعياد للاقتراب والتقاط الانفاس في وسط عالم مليان سرعه زي ما احنا شايفين كده. بعد فاصل قصير نستقبل دكتور ماهر صامويل. مرة تانية بحيي حضراتكم، وعارفة أنه في ناس كتير منتظرة هذا الجزء من الحلقة تحديداً النهاردة بمناسبة احتفالاتنا بعيد الميلاد المجيد. النهاردة احنا قررنا نعمل مهمة صعبة في وقت قصير جداً. احنا عارفين أن الأعياد هي المناسبة الأجمل والألطف للاقتراب، وإحنا بنحاول طول الوقت وبنجتهد في فكرة الاقتراب، لكن أحياناً من كتير مننا أو أقصى ما نقدر عليه في الاقتراب للآخر هو أننا نتصالح مع فكرة التهنئة، ودي السنة دي اعتبرناها نجاح كبير قوي كده. لكن النهاردة عايزين نقترب أكتر من بعض ونفهم اللي بيجمعنا، يمكن نسترد جزء كبير جدا من إنسانيتنا. عشان كده لما بتكلم عن الإنسانية والفهم العميق للأمور بحس إنه وجود رموز مفكرين زي دكتور ماهر صامويل هي مكسب حقيقي لينا كلنا على كل المستويات. المفكر الكبير دكتور ماهر صامويل أستاذ علم الفلسفة وعلم الأديان بجامعة إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية، والمحاضر بعدة كليات لاهوت إنجيلية في الوطن العربي وأوروبا وأمريكا. منورنا النهاردة يا دكتور. أهلا بك يا دينا، كل سنة وانت طيب. أنا يعني هقول كده نيابة عن الناس كتير أنه لا يسعنا نص ساعة أننا نتكلم مع حضرتك، بس إحنا هنفتدي هذه الأوقات. إحنا عايزين نسأل حضرتك أولا، إيه الحاجات اللي بتقرب ما بيننا؟ يعني مناسبة عيد الميلاد المجيد بحس إنها من أكثر المناسبات اللي بنقدر ننفتح فيها على بعض، نتكلم فيما يجمعنا. السيد المسيح، النبي عيسى، هو قريب مننا من كل الزوايا، لكن هل نكتفي بالحتة دي ونطبطب عليها من بعيد، ولا في حاجة أكبر وأعمق ممكن تجمعنا؟ أكيد في حاجات أكتر كتير ممكن تجمعنا، وأنا أعتقد زي ما قلتي أثناء المقدمة لتطوير إنسانيتنا، إن احنا نتطور في إنسانيتنا نحتاج أن نتحلى بقيم كثيرة جدا ركز عليها السيد المسيح في حياته، في تعليمه، في تحدياته التي واجه بها مجتمع كان يعني متصلبا متشددا ضد التحاور وضد الاندماج، كان مجتمع مستعلي يشعر بالاستعلاء على الآخرين ورافض للآخرين ويقيم الحواجز النفسية والفكرية والمعنوية ضد الآخر. لك أن تتخيلي من 2000 سنة أن يخترق السيد المسيح هذا المجتمع ويحاول أن يجمع اليهودي مع الأممي والفقير مع الغني ويجمع المهمشين ويعطيهم قيمة كبيرة، كان محبا للعشرين والخطاط
الذين كانوا منبوذين من المجتمع الديني. أطول حوار أجرى مع امرأة سامرية منبوذة بنظرة المجتمع خاطئة حتى تلاميذه وهم جماعة من الأتقياء كرام عظماء، لكن عندما أتوا ووجدوه يتحدث مع امرأة تعجبوا أنه يتكلم مع امرأة. والعجيب عندما تحلل الحوار مع هذه المرأة تكتشفي أنه كشف لها أعمق الأفكار عن العبادة الحقيقية التي لم يكشفها في أي حديث آخر، واختص هذه المرأة بها ليهدم فكرة اليهود عن المرأة باعتبارها كأنها أقل في الفهم والاستيعاب من الناحية الفكرية أو من الناحية الروحية. ما هي العبادة الحقيقية بحسب رسالة السيد المسيح؟ الأصالة والارتقاء فوق ما هو مادي، لأنه عرف قائلا الساجدون الحقيقيون بالروح والحق ينبغي أن يسجدوا، فتكلم عن الجانب الروحاني في الإنسان وعدم اختزال العبادة إلى مجرد ممارسات مادية، لكن أيضا بالحق. بالحق لقد قدم الأصالة عن الممارسات، أن أكون أصيلا في ممارستي للعبادة عن أن أكون مكثرا من هذه الممارسة. أعطى أمثلة كثيرة تؤكد هذا، مثلا عندما شرح لليهود هذا المثل أن شخص فريسي وكأنه اليوم يعني من المتدينين بتطرف، وكأنها نفس معاناتنا إلى اليوم بالضبط، يعني معاناتنا في كل الأديان بصراحة أنه سطحية العبادة مزبوط. والتشدد اللي يبدو أنه مريح للناس، يعني لسه في الأسبوع اللي فات مثلا رصدنا حالتين لمحاولات الناس لفرض الوصاية وفرض رؤيتهم على الناس بطريقة تظهرنا أكثر تدينا. إحنا بنرتاح لما نظهر إن إحنا أحسن، فهل عالجتها يعني تلك الرسالة؟ أكيد، يعني عندما يركز على الأصالة في المثل اللي بقول لحضرتك، ذكر شخص عشار مرفوض ومنبوذ دينيا، لكن المسيح قال إنه الرجل ده صعد إلى الهيكل، لم يشأ أن يقترب إلى الأمام، وقف من بعيد ولم يشأ أن يرفع عينيه إلى السماء، وقرأ على صدره وقال اللهم ارحمني أنا الخاطي، بينما الفريسي وقف في الأمام يقول اللهم أشكرك أني لست مثل باقي الناس ولست مثل هذا العشار. المسيح يقول الحق أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك، وجعل اسم الإشارة للقريب للبعيد واسم الإشارة للبعيد لمن كان يشعر أنه قريب، وكأنه يقول من ظن أنه قريب صار بعيدا ومن كان يظن أنه بعيد صار قريبا. والفارق في الحالتين هو أصالة العبادة وصدق العبادة من الداخل، وليس مجرد الاستغراق في الممارسات الخارجية. دكتور ماهر، هل حضرتك أو هل نعتبر أنه رسالة السيد المسيح في زمانها كانت رسالة ثورية؟ يعني كلنا نتفق على أنه السيد المسيح حامل رسالة وشريعة المحبة، المحبة رقيقة بطبيعة الحال، بس هل كانت كمان رسالة ثورية مغيرة سريعة في إيقاعها لأنها رفضت أشكال وممارسات كتير حضرتك كنت بتقولها؟ بلا شك، بلا أدنى شك، كانت ثورية لدرجة لا تتصوريها على كل المستويات. والدليل على هذا أن حتى تلاميذه عندما انتشروا بعد هذا ينشرون رسالته في ربوع العالم القديم، قيل عنهم هؤلاء هم الذين فتنوا المسكونة، يعني قلبوا المسكونة، فكانت شريعته ثورية. وإذا أردت أن أرصد هذه الثورية في إطار المحبة، المحبة الحقيقية للإنسان التي لا تسعى إلى استغلاله أو تسعى إلى تحقيق مغنم على حسابه، لكن كان يسعى فعلا إلى تطوير الإنسان وتقدم الإنسان، يمكن أن أرصد ثورياتها في ثلاث محاور. المحور الأول وكان في غاية الوضوح أنه قدم الجوهر عن المظهر، والمحور الثاني أنه قدم الإنسان عن الدين، والمحور الثالث أنه قدم العقل عن النقل. فكان السيد المسيح يركز بشكل مخيف على أهمية الجوهر في عالم يهودي غارق في المظاهر. لو عايزة أمثلة أديك أمثلة لا كثيرة. أنا عايزة أقف، مش عايزة أمثلة. قدم الجوهر على المظهر هنقبلها، بس قدم الإنسان على الدين، مش دي صادمة شوية؟ صحيح، القصة بدأت بأنه التلاميذ كانوا جياع وأكلوا يوم السبت، فابتدأ الفريسيون ينتقدونه ويقولون له كيف يأكلون
ويفعلون ما لا يحل في السبوت. فكان رده رائع، قال لهم اذهبوا وتعلموا إني أريد رحمة لا ذبيحة. الله يريد الرحمة لا الذبيحة والتقدم. وبعدين يصرح هذا التصريح الخطير، إنما السبت جعل من أجل الإنسان وليس الإنسان من أجل السبت. وكأنه يقول إن الإنسان هي القيمة، هو القيمة العظمى. الله صنع الأديان من أجل خدمة الإنسان وليس خلق الإنسان من أجل خدمة الدين. فالدين من أجل تطوير الإنسان وتقدم الإنسان ورقي الإنسان، وليس الإنسان من أجل الدين. الأولى فيها ارتقاء للإنسان، الثانية فيها سفك دماء. يعني إذا جعلنا الإنسان من أجل الدين لن يكون هناك إلا سفك الدماء، إذا صار الدين من أجل الإنسان لن يكون هناك إلا الارتقاء. لا نلتقط الأنفاس بقى لحسن حضرتك كده. أنا دايما دكتور ماهر لازم يقول لنا حاجة تدهشنا. بعد الفاصل نرجع نناقش دكتور ماهر في الفكرة دي، هو فكرة هو ارتقاء الإنسانية ده يودينا لفين؟ كلنا أكيد بنسعى لده. بعد الفاصل نكمل حوارنا مع المفكر الكبير دكتور ماهر صامويل. ما زلنا بنحاور المفكر الدكتور ماهر صامويل، أستاذ الفلسفة وعلم الأديان بجامعة إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية، والمحاضر بالعديد من كليات اللاهوت الإنجليزية. النهاردة وإحنا بنحتفل بعيد الميلاد المجيد بنفتش عما يجمعنا. امبارح كان في كلمة سيادة الرئيس في الكاتدرائية أثناء التهنئة بالعيد الكلام السلس البسيط والحديث من غير الكليشيهات القديمة بتاعتنا. يعني أنا دايما عندي تحفظ على فكرة أو الكليشيه القديم بتاع الإخوة، لما نقول عن بعض الإخوة المسيحيين والإخوة المسلمين، إحنا بنصنف بعضنا بدون أن نقصد تصنيف ضمني كده مستخبي. فإحنا النهاردة بنحاول نغوص كده شوية في العمق. ودكتور ماهر قبل الفاصل تكلم عن فكرة لطيفة جدا تجمعنا كلنا، استرداد الإنسانية. إزاي يعني؟ هو ربنا عايزنا نبقى إيه؟ ربنا بتاعنا كلنا عايزنا نبقى على أي صورة؟ إيه فكرة إنه حضرتك بتعلي قوي من قيمة الإنسانية؟ الحقيقة أنا مهما حاولت أن أعلي من قيمة الإنسانية فأنا أضعف وأقصر وأقل من أن أعطيها حقها. الإنسانية قيمة في غاية الروعة والعظمة. يكفي أن النص الإنجيلي في أول صفحة في الكتاب المقدس، عندما يعني يطالعنا ما يسمى بالإنجليزية البلو برينت، النموذج الأصلي لخلق الإنسان، يقول نعمل الإنسان، يقول الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. وتعريفي لهذا النص بعد دراسات كثيرة هو أن الله أراد الإنسان أن يكون أيقونته الحية الحاملة لحضوره والفاعلة لمشيئته في الأرض. فهو أيقونة حية متحركة تحمل الحضور الإلهي. الله يصر بأن يحل في هذا الإنسان كهيكله ليحمل حضوره، يحمل حضوره للآخر. يعني أتذكر مارتن بوبر وهو فيلسوف ومفكر يتكلم عن حضور الآخر في حياتي هو حضور الحياة، فالحضور شرط الحياة. فأنا مشروط بالحضور الإلهي في حياتي وحضور الآخر لكيما أمارس هذه العلاقة اللي بيسميها مارتن بوبر أنا أنت وليس أنا هو. وده يمكن لقصتي تشير إليه، لكن مارتن بوبر بيتكلم عنه بلغة فلسفية. عندما أقول أنا هو فأنا أستعمله، لكن أنا أنت أنا أتكشف له وأتحاور معه وهو يتكشف لي ويتحاور معي. فإذا صار الإنسان فعلا حاملا للحضور الإلهي ومتحاورا بإخلاص وبصدق مع الآخر، هنا تظهر الإنسانية الحقة كما أرادها الله. وأعتقد ساعتها العالم يتحول إلى شيء مختلف خالص عن اللي احنا شايفينه. متخيل حضرتك تتكلم. اللي بينقصنا يا دكتور ماهر عشان يعني نعود إلى هذا القدر من الأصالة؟ يعني يقال كده دايما عن مجتمعاتنا العربية أنها مجتمعات متدينة بطبعها، مهد الديانات السماوية. الأرض احنا فعلا بنرتاح للدين، نرتاح في الحديث عن الأمور الروحانية. بس أنا حتى وأنا بسأل حضرتك خلطت الاثنين ببعض. هل الأمور الروحانية والاقتراب من الله اللي هي أعتقد أننا في كل الأديان نتمناها ونترجى ذلك، هي بالضبط
ما نمارسه من أشكال منظمة للعبادة على صورة الدين؟ لا يوجد شيء جميل لا يصيبه التشوه. فالروحانية هي الأصل وهي شيء جميل، لكن من الممكن أن يصيبه التشوه كأي شيء آخر فتتحول إلى ممارسات شكلية، أو كما اعتدت أن أقول تتحول إلى تعلق بالمقدسات دون علاقة بالقدوس. الأصل في الحالة الروحانية هو التعلق بالقدوس وليس مجرد علاقة مع المقدسات. لكن ما ينقصنا، ينقصنا الكثير، لكن يعني أزعم أنه صار في متناول أيدينا في الفترة الأخيرة، وأعتقد أننا نعيش أيام متميزة تساعدنا إذا أحسننا استغلالها أن نتطور في إنسانياتنا. أشير إلى بعض الأشياء اللي ممكن أجاوب عن السؤال إيه اللي ناقصنا. ينقصنا يعني بصفة عامة، إذا أردت أن تنتقلي من حال إلى حال، ابحثي عن القيم التي خلقت هذا الحال والقيم التي تحتاج إلى تغيير لكي ترتقي إلى هذا الحال. وعندما أقول القيم لا أقصد الأثكس، لا أقصد الأخلاقيات فقط، لكن أقصد الفاليوز، الأشياء المهمة في الحياة. فكرتني حضرتك بكلامك ده بفجر الضمير، ما خلقنا عليه. يعني احنا خلقنا واحنا بنرتاح او نرتاح لفهم القيم، مظبوط كده ولا؟ يعني اقصد انه ايه اللي بيهمنا في الحياه. فمثلا لو انا اريد ان ارتقي في انسانيتي لابد ان تتغير القيمه من التملك الى الكينونه، وده اللي كتب فيه جابرييل مارسيل وكتب فيه إريك فروم كتير، انه اعتقد انه في السنه في العقود الاخيره اصبح هناك شره للتملك واستثمار في الصورة دون أي استثمار في كينونة الإنسان في الداخل. لكي نرتقي لابد أن نعود لندرك أن القيمة الحقيقية هي فيما نكونه وليس فيما نملكه. الأمر الثاني أن يكون لدينا التواضع وأن نتخلص من حالة الاستعلاء الوهمي أننا أفضل. نحن لسنا أفضل، ده العالم كله يا دكتور في سباق الأفضلية، الأسرع، الأكبر، الأقوى. إزاي الناس تقاوم؟ يعني برضو تبدو أنها أنه تحدي لو كان فردي هبقى صعب جدا. أن نسعى إلى الأفضل ده شيء عظيم ومطلوب، لكن أن نتصور ونظن أننا الأفضل ده شيء خطير ومدمر ويقود إلى التدهور وليس إلى التطور. التواضع الذي يجعلنا نقر بأننا لسنا الأفضل وأننا نحتاج أن نتغير. قيمة أخرى، قيمة العلاقات. العلاقات شيء في غاية الروعة والأهمية وهي تخلقنا، فالإنسان كائن علاقات يتكون من خلال العلاقات. والأمر الأخير قيمة الحوار. مارتن بوبر يقول الحب بدون الحوار علاقة شريرة. الحب نفسه بدون الحوار علاقة شريرة. شريرة لأنها ستستعمل الآخر، ستمتلك الآخر، أو لأنها لا تعرفه وتمتلكه، تستعمله أو تمتلكه. لكن الحب الحقيقي ينفتح ليستفيد من الآخر ويتعرف على الآخر. فأعتقد أن هذه القيم ينبغي أن يعني الأباء يركزوا عليها في علاقتهم مع أولادهم. الخطاب الديني ينبغي أن يركز عليها. صدقني حضرتك تقرأ أفكاري. عايزة أسأل حضرتك عن تجديد الخطاب الديني، لأنها مهمة كبيرة وصعبة في مصر حاليا على كل الأصعدة. وخليني أقول بقى أنه بكل يعني في المسيحية وفي الإسلام إحنا كلنا عندنا واجب كبير اسمه تجديد الخطاب، تصحيح الصورة. يمكن بحسب برضو هستعير جملة حضرتك قلتها إعمال العقل أكثر من أنه تواتر النقل اللي بننقل حاجات وبنبدو أننا فاهمين وإحنا مش فاهمين حاجة. إزاي ده ممكن يحصل بالمستوى البسيط أو بالاجتهاد البسيط للناس، بحيث ما أفضلش أستنى حد يقول لي الجديد يعني المفروض أفهمه؟ إحنا إزاي ندور؟ يعني بصدد الاحتفال بميلاد السيد المسيح، عندما تقرأ الأناجيل الأربعة التي تحكي قصة حياته تكتشف أنه جدد بشكل مخيف من خلال أشياء متعددة أو قنوات متعددة. مثلا كان يشجع على طرح الأسئلة. أنا عدت له في الأناجيل الأربعة 240 سؤال، 80 منهم كان رد على أسئلة فاستثارت العقل لكي يسأل، ومنها أسئلة يستثير العقل النقدي في التعامل مع النص المقدس. فكان يراجع معهم النص ويلزمهم أن يعيدوا التفكير فيما فهموه في معنى هذا النص. مش هو اللي يقول لهم
الجديد كذا أو العندي كذا يسأل يسأل فكان يقول في شوارع الجليل وأورشليم يطرح أسئلة يطرح أسئلة. الأمر الثاني أنه كان يراجع المنقول ويساعدهم على إعمال العقل في المنقول. نحن لا نستطيع أن نفصل أنفسنا عن تراثنا طبعا. ونعتز بما تسلمنا، لكن علينا أن نعيد التفكير فيه. عشان كده العبارة الشهيرة في أول عظة لي كانت سمعتم أنه قيل لكن أنا أما أنا فأقول، سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول، وكأنه بيراجع معهم التفسيرات. فالتفسيرات بتختلف من جيل إلى جيل، وعلينا أن نكون متسعين ومدركين قيمتنا وكرامتنا الإنسانية. فلسنا أقل كرامة في عيني الله من الذين سبقوهنا، وإذا كان الله أنعم على من سبقنا وفتح أذهانهم ليفهموا، فنحن أيضا بشر مثلهم، يمكن أن الله يفتح علينا ويعطينا أن نفهم. الله يفتح عليك يا دكتور. عليك. طيب عندي طول الوقت سؤال، وبرضو حضرتك إيه هربت مني وما جاوبتهنيش، لازم أسأله تاني. تفضل. السؤال اللي يخص أنه إحنا في أجيال جديدة أصغر ما بتحبش قوي أو ما بتفضلش قوي الصورة النمطية اللي إحنا بنصدرها عن اقترابنا بصراحة، يعني خليني أكون أكثر صراحة، وحتى الكبار دلوقتي بقوا بيناقشوا الفكرة دي، فكرة الشيخ والأسيس وفكرة أنا جارتي مسيحية وأنا صاحبي مسلم طول حياتي. الأجيال الأقل بتسخر مننا أو بتقول لنا اللي أنتوا بتقولوا ده، هم ما يعرفوش الاختلافات. إزاي نعالج الأكبر؟ يعني الأجيال الأكبر اللي عاشت الاختلاف بكل حدته ومش قادرة تشوف اقتراب غير هذا الاقتراب السطحي. سؤالي تحديداً عشان ما أكونش بلف وأدور حوالين السؤال، إزاي نكون أكثر اقتراباً لبعض، اللي هي برضو تسمى الوحدة الوطنية، بحسها دايماً فيها قبلها فرقة. إزاي نبقى واحد خلاص ببساطة من غير تكليف؟ يعني بلا شك سؤال كبير ومحتاج تفكير كبير، لكن أنا شخصيا أشوف أنه بعض الـ يعني ما فعله السيد الرئيس في السنوات الأخيرة مجرد، خلينا أقول لك بصراحة وبأمانة، لسنوات طويلة لما أكن أشعر أني في وطني. في السنوات الأخيرة فقط بدأت أشعر كمسيحي، في السنوات الأخيرة فقط بدأت أشعر أن مصر بلدي وأن مصر وطني. عندما أرى ما يفعله السيد الرئيس، عندما أرى، أشعر بحرية، أشعر بالأمان، أشعر بأني مقبول في وطني، أشعر أني أستطيع أن أقدم شيء للوطن. فبعض القرارات السياسية، خلينا أقول لك، التوجهات القيادية من فوق بتخلق حالة معينة في الشعب. فما أنجز في السنوات الأخيرة من اقتراب حقيقي أعتقد أنه لم ينجز في 50 سنة أو أكثر. في ملاحظة كده أنه يعني برضو اللي يتابع تصريحاته وكلام سيادة الرئيس عمره ما يقول إخوتنا المسيحيين، دايما يقول المصريين المسيحيين، وأنا استعرت حتى الجملة دي، دايما أحب أقولها كده. أشكرك. أنا أعتقد أنه مش محتاجين نضيع وقت كبير مع الكبار، خلينا نركز على الأجيال الصغيرة، بأن لا ننجرف إلى تعظيم الاختلافات وتهميش المتشابهات. فما يجمعنا في إنسانيتنا كثير للغاية، والتركيز عليه أعتقد أنه أكبر يعني أو أسهل طريق للوحدة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور ماهر صموئيل، وكل سنة وحضرتك بألف خير. حضرتك طيب. تثير شهيتنا للتفكير كعادتك دائما، وتنورنا، نورتنا في التاسعة النهاردة. شكرك. المفكر الكبير دكتور ماهر صموئيل، أستاذ الفلسفة وعلم الأديان بجامعة إلينوي، والمحاضر بعدة كليات اللاهوت الإنجيلية في الوطن العربي وأوروبا وأمريكا، كان معنا النهاردة واخدناه من يوم العيد، لكن ده خير ختام ليومنا النهاردة. دي كانت حلقتنا النهاردة من التاسعة. كل سنة ومصر كلها بألف خير.